لان هعرفك ازاي تنشئ صفحة عمل احترافية ناجحة على الفيسبوك خطوة بخطوة بكامل الاعدادات الرئيسية، وكل ده عن طريق الهاتف بتاعك او عن طريق موبايل باستخدام تطبيق الفيسبوك من الموبايل. فعلشان كده قبل ما نبدأ ياريت تدعمنا وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وكمان تفعل زر الجرس علشان توصلك جميع اشعارات فيديوهاتنا مجرد رفعها على القناة. يلا نبدأ شرح النهاردة بعد الفاصل القصير ده. ورجعنا لكم من تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوسف أحمد ودي قناتكم قناة اتعلم دوت نت. النهاردة هنعرف ازاي ننشئ صفحة عمل احترافية 100% عن طريق الهاتف، عن طريق تطبيق الفيسبوك اللي موجود على موبايلك. يلا بدون رغي كتير نروح دلوقتي على الموبايل ونشوف الشرح ازاي، وتابع الفيديو ثانية بثانية ويلا بينا. ورجعنا لكم من تاني يا شباب، وزي ما انتوا شايفين احنا دلوقتي موجودين على الموبايل بتاعنا، وهنفتح تطبيق الفيسبوك علشان ننشئ صفحة عمل احترافية على الفيسبوك عن طريق الموبايل او الهاتف بتاعك. اول ما بتفتح الفيسبوك لازم تسجل في الحساب الشخصي اللي انت عايز تنشئ عليه الصفحة، صفحة العمل التجارية. بعد كده بتروح على الثلاث شروط اللي فوق، سواء كانوا على اليمين او على الشمال على حسب لغة التطبيق الفيسبوك اللي عندك، وبتضغط عليها علشان يفتح لك الصفحة اللي قدامك دي. بندور هنا على تبويب بيجز او الصفحات على حسب اللغة، وفي الغالب بيكون قصادها شعار العلم زي ما احنا شايفين، فهضغط على بيجز. مجرد ما بضغط على بيجز المفروض يجيب لي هنا الصفحات اللي تم انشائها على الحساب ده، ولو مفيش صفحات مفيش هيكون هنا صفحات موجودة في الصفحة دي. علشان ننشئ الصفحة بقى بنعمل ايه؟ بنضغط على كلمة كرييت باللغة الانجليزية او انشاء باللغة العربية اللي جنبها بلس او علامة زائد دي، فهضغط عليها. وهنا بقول لك كرييت يور بيج، هقول له جيت ستارتد او البدء الان. اول حاجة انا بقول لك اختار اسم خاص بالصفحة بتاعتك. علشان نختار اسم كويس للصفحة لازم يكون الاسم ده سهل ويسهل تذكره علشان يعلق مع المعجبين او يعلق مع الاشخاص اللي بيشوفوا اسم الصفحة. وطبعا لازم يكون مرتبط بالنيتش اللي انت هتشتغل عليه، يعني انت شغال مثلا على الفاشن لازم تجيب اسم مرتبط بالفاشن. مثلا هروج النهاردة او هشتغل النهاردة على نيتش التسويق بالعمولة الخاص بالملابس، فاختار وليكن مثلا اسم فاشونيستا كمثال، وبعد ما بختار الاسم بضغط على نيكست. بعد ما نختار الاسم بيجي هنا دور اختيار التصنيف او الكاتوري اللي هيندرج تحتها الصفحة بتاعتي، يعني انت بتختار التصنيفات المطابقة للصفحة بتاعتك، سواء كانت بقى مدونة شخصية او خاصة ببراند او بتقدم خدمات او بتسوق او خاصة بالصحة او بالجمال. المهم انت بتختار تلاتة تصنيفات او تلاتة كاتوجري مرتبطة باسم الصفحة بتاعتك او محتوى الصفحة بتاعتك، ولازم تختارهم اختيار صحيح وجيد علشان ده بيساعد ظهور الصفحة بتاعتك في محرك البحث الخاص بالفيسبوك، وبيساعدها اكيد ان الصفحة بتاعتك تظهر كصفحات مقترحة عند الصفحات الاخرى التانية. المهم انت بتختار الكاتوجري وبعد كده بتضغط على نيكست. بعد ما بتختار التصنيفات بيجي هنا دور الموقع. لو انت منشئ موقع او عندك موقع مرتبط بالصفحة ديت، او بترفع عليه المنتجات اللي انت عايز تسوقها ومرتبط بنفس الصفحة اللي انت هتنشئها، فبتضيف هنا اسم الموقع. وليكن انا هضيف اسم موقعي اتعلم دوت نت، تمام. لو بقى انت مش عندك موقع تضغط هنا على الاختيار اللي هو I don't have a website، وبعد كده بتضغط على نيكست. خلاص كده احنا في اخر خطوة في انشاء الصفحة بتاعتنا، وهنا بيقول لك ضيف البروفايل بيكتشر او الصورة الشخصية الخاصة بالصفحة وكمان الكفر الخاص بالصفحة بتاعتك. طبعا احنا ممكن نضيفهم من هنا او نضغط دن وبعد كده نبدأ نعمل لهم اعدادات من جوه، فمفيش مشكلة الاتنين سيان، ولكن انا حابب ان انا اضيفهم دلوقتي علشان نشوف مظهر الصفحة عامل ازاي. فقبل ما تختار البروفايل بيكتشر بتاعت الصفحة لازم تختار صورة مرتبطة بالصفحة بتاعتك والنيتش اللي انت بتشتغل عليه كأنك بتختار اسم للصفحة، تمام. فهضغط على بروفايل بيكتشر واختار الصورة بتاعتي.
زي انت شايف انا اخترت الصورة ديت عليها اسم الصفحة بتاعتي وعليها صورة بتتكلم على اني بسوق لملابس وهكذا. بعد كده هضغط على اد كفر فوتو واختار كفر للصفحة، وطبعا افضل مقاس للكفر خاص بالفيسبوك وهو 820 في 312 ارتفاع. طبعا ممكن تعمل صورة مخصصة على الفوتوشوب او تدخل على موقع كانفا، وانا كنت شرحت الموقع ده بالتفصيل، هسيب لك الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف او ممكن تلاقيه هنا في حرف الاي. المهم انا هختار كفر مناسب للصفحة دلوقتي. خلاص انا اخترت الكفر والبروفايل بيكتشر الخاص بالصفحة، بعد كده هضغط على دن او تم علشان يفتح لي الصفحة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. خلاص كده احنا انشأنا الصفحة. اهم حاجة في الصفحة ان يكون عليها جمهور او معجبين علشان تبدأ تروج لهم المنتجات بتاعتك او ترفع لهم المنشورات او البوستات الخاصة بيك او الفيديوهات او الصور او اي حاجة. علشان تبدأ تعمل جمهور مناسب ليك لازم تبدأ بأقرب الناس ليك اللي بيثقوا فيك، واقربهم هم الاصدقاء اللي عندك على صفحتك الشخصية في الفيسبوك، وكذلك الاصدقاء اللي موجودين عندك على الواتساب. فعلشان نعمل لهم دعوة بننزل تحت كده، فبنلاقي هنا كلمة invite friends و invite on WhatsApp. انت لو ضغطت على invite friends فهنا هيجيب لك كل الاصدقاء اللي موجودين على الصفحة الشخصية بتاعتك على الفيسبوك، فتقدر تدعيهم عشان يتم اعجابهم بالصفحة، او ممكن تقوم بدعوة الاصدقاء بتوعك اللي موجودين على الواتساب. خلاص كده احنا عرفنا ازاي نجيب الجمهور المبدئي والمهم جدا لينا في الصفحة بتاعتنا. بعد كده بنطلع فوق بنلاقي كلمة اد بوتون او اضافة زر. اضافة زر ده ان انت بيبقى موجود تحت اسم الصفحة بتاعك وعبارة عن وسيلة تواصل مع العميل او مع الزائر اللي دخل على صفحتك، ويكون عبارة عن ارسال رسالة او اتمام الشراء، او انت تقدر تحوله على موقع الكتروني الخاص بيك، او ممكن تقول له اختار الان او اشتري الان، او تبعته على منتج معين على الصفحة بتاعتك. بتضيفه ازاي او بتحدده ازاي؟ بنضغط على اد بوتون من هنا، وهنا بيقول لك تشوز ا بوتون، فبتقدر تقول له بقى بوك ناو، احجز دلوقتي، ولا شوب ناو، ولا كول ناو، ولا كونتاكت اس، ولا سند مسج. اي زر من اللي قدامك دول تقدر تختاره. فانا هختار مثلا سند مسج دلوقتي واقول له كرييت. علشان نعرف شكل الزر ده بيبقى عامل ازاي هنضغط على فيو از. زي ما انت شايف يفتح لنا الصفحة ديت، وهنا سند مسج، طبعا تختار الزرار اللي انت عايزه زي ما انت عايز. طيب خلاص احنا عرفنا الزرار ده بنختاره ازاي وبيبقى شكله عامل ازاي. ننزل بقى تحت هنا على التاب او التبويبات اللي موجودة قدامنا ديت، والتبويبات المهمة جدا اللي موجودة هنشوفها دلوقتي. اول تبويب هو الهوم، وده بيعرض الصفحة الرئيسية الخاصة بالصفحة بتاعتك. بعد كده البوستس البوستات، وبعد كده الريفيوز اللي هي التقييمات اللي بيقدمها العملاء على الصفحة بتاعتك او رأيهم بمعنى اصح في الصفحة بتاعتك. بعد كده الفوتوس، وبتعرض الصور اللي موجودة على الصفحة بتاعتك، والشوب اللي هي المنتجات اللي معروضة للبيع، والأوفرات اللي موجودة. وبعد كده نروح لأهم أيقونة معانا وهي الأباوت. لو ضغطنا على زرار أباوت ونزلنا لتحت هنا هيجيب لنا البيانات المهمة اللي بتظهر للعميل، منها ساعات العمل والتليفون المخصص للصفحة والبريد الإلكتروني والموقع، وأهم حاجة الوصف. الديسكريبشن او الوصف ده عبارة عن سطرين ثلاثة انت بتكتبهم بتصف فيهم الصفحة بتاعتك وطبيعة العمل والمنتجات، وطبعا بشكل وجيز جدا، وبتفهم العميل ايه طبيعة العمل على الصفحة او طبيعة المنتجات اللي موجودة على الصفحة. طبعا ده بيساعد العميل ان هو يعرف كل حاجة، وفي نفس الوقت بيساعد محركات البحث في الفيسبوك انها تتعرف على الصفحة بتاعتك وتساعد على انتشارها. المهم انت بتكتب الوصف وبعد كده بتضغط على سيف. خلاص احنا خلصنا الشرح على الصفحة الرئيسية، نروح بقى على اهم الاعدادات الاخرى الخاصة بالصفحة بتاعتك واللي بتجعلها صفحة احترافية قدام العملاء بتوعك. بنروح بقى من فوق كده على الايقونات اللي فوق ونضغط على ايقونة مور علشان يفتح لنا الصفحة اللي قدامنا دي. بننزل تحت على edit page او اختيار edit page اللي قدامنا دي، وبيجيب لنا الايقونات اللي قدامنا دي.
اول اختيار وهو البيج هيدر او الايقونه الخاصه بتعديل صوره البروفايل والكفر فوتو زي ما شايفين احنا قدامنا كده، تقدر تعدلهم من هنا، ولكن احنا كنا تم اختيارهم في اول الفيديو فهنتخطى الخطوه دي. بعد كده بنروح على البيج انفو او البيج انفورميشن الخاصه بالقناه، ودي طبعا اسم القناه لن يتم تغييرها، والكاتيجوري ممكن تعدلها من هنا، والموقع ممكن تضيفه من هنا، وكذلك الوصف اللي لسه متكلمين عليه، وارقام التليفونات والايميل، وكمان اللوكيشن وساعات العمل. بعد ما بتخلص الكلام ده بتضغط على حفظ، ونروح على ثالث اعداد معانا وهو البوتونز او الزر. طبعا احنا اتكلمنا على الزر ده وهو سند مسج، تقدر تختارها شوب او اي حاجة انت عايزها من الازرار اللي موجودة قدامنا. نرجع تاني وننزل على اختيار التابز وهي التبويبات اللي كنا اتكلمنا عليها، نضغط عليها وهنا كل الازرار اهي زي ما انت شايف، هوم، بوستس، ريفيو، فوتوشوب، اوفرز وهكذا. لو عايز تضيف ازرار اخرى بتضغط على اد اتاب وبيجيب لك باقي الازرار اللي مش موجوده، فبضيف ديت واضيف الثانيه برضو اهو نوتس، وبيظهروا لنا هنا كل الازرار اللي موجوده دي. طبعا تقدر تغير اماكن الازرار ديت، ممكن ترفع مثلا فيديوز دي في الاول لو هي مهمه، ممكن ترفع اباوت، ممكن ترفع فوتو زي ما انت عايز. بتعمل ايه؟ بضغط على ايديت تاب اوردر واضغط هنا على الثلاث شرط دول، وليكن مثلا هاخد الفيديوز وابدا احركها وانا ضاغط على الثلاث شرط للمكان اللي انا عايزه زي ما انت شايف. خلاص كده تم تعديل مكان التاب او التبويبات المهمه اللي موجوده قدامنا دي. نرجع بقى لاخر اختيار في السيتنج وهو اختيار السيتنج اللي قدامنا ده، فهضغط عليه وهنا باقي الاعدادات المهمه الى حد ما. نبدا باعدادات المسجنج او الرسائل. هنا اعدادات الرسائل مهمه جدا جدا، ان انت لو حد تواصل معاك على الرسائل وبعت لك رساله انت بترد تلقائي على الرسائل ديت حتى لو انت مش موجود. فمثلا لو ضغطنا على الرسائل من هنا بيدي لك هنا اختيارين، انستنت ريبلاي، وهنا اول اختيار لما اي حد يبعت لك رسائل تقدر تفعلها، وده الرد التلقائي اللي بيتم رده هنا، فبتعدل الرد ده وبعد كده تضغط على سيف. تاني اختيار معانا وهو اواي مسج، لما انت بتبقى عامل تحديد او مواعيد معينه للعمل على الصفحه، مثلا من 9 صباحا ل 9 مساء، لو حد بعت لك رساله في وقت غير ده انت بترد عليه برساله تلقائيه ان احنا مواعيد العمل بتاعتنا مثلا من 9 مساء او 9 صباحا ل 9 مساء وهكذا، فتقدر تفعلها من هنا وتغير الرساله من هنا برده زي ما انت عايز، وبعد كده تضغط على سيف، وبكده بيتم التواصل مع العملاء سواء انت موجود او غير موجود. وان شاء الله هيكون بنتكلم في فيديو قادم عن الماسنجر بوت، ومهمه جدا جدا لزياده معدلات المبيعات، هيتم شرحها ان شاء الله خلال الاسبوع القادم. نرجع بقى على باقي الاعدادات الثانيه وهي البيج رولز او مسؤولين الصفحه بتاعتك. لو ضغطت على بيج رولز هنا هيجيب لك الادمن، وهو هنا الحساب الشخصي اللي انت انشأت عليه الصفحة بتاعتك. طبعا تقدر تضيف تاني ادمن تاني او محرر او مدير عن طريق اد بيرسون تو بيج، بتدخل الباسورد وبعد كده بتختار احد الاصدقاء بتوعك ان هم يكونوا مؤدمن او مديرين او محررين وهكذا. نرجع تاني الاعدادات، واهم اعداد معانا هنا برضو هو انستجرام، ان انت لو عندك حساب على انستجرام وعايز تربطه على صفحة الفيسبوك ديت او صفحة العمل دي، تقدر تربطهم مع بعض وتدير الانستجرام من الفيسبوك من الصفحة، وتدير الصفحة من انستجرام وهكذا. طبعا دي ميزة مهمة جدا جدا، لو ضغطنا على الانستجرام بنضيف هنا الصفحة فبتربط الصفحة من الرابط من هنا، بتدخل الباسورد واليوزر نيم الخاص بانستجرام وبيتم الربط. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، يا ريت بقى لو عجبك ما تنساش اللايك والشير، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اوعى تنسى تشترك دلوقتي وتضغط على الزرار الاحمر اللي موجود تحت الفيديو ده. انتظرونا فيديو جديد من فيديوهات الربح من الانترنت. كان معكم يوسف احمد من قناة اتعلم دوت نت، اشوفكم على خير والى اللقاء.